بتوجيه منه وزير النقل، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية اللي هو مرشحنا في هذه الانتخابات، وفي وقت موسم الاصطياف، وفي وقت قضاء الجزائريين عطلهم، وفي وقت رجوع الجزائريين المغتربين في تونس وفي غيرها إلى الجزائر ليسهل عليهم التنقل إلى وطنهم. إنها من الإنجازات العظيمة والكبيرة الذي تربط البلدين ببعضهما البعض، وتزيد من نسبة نقل البضائع بنسبة تتجاوز 20% بين التبادل بيننا وبين تونس. والطموح لدى رئيس الجمهورية حسب التوجيه أنه إذا كان هناك اتفاق، طبعا مع الاتفاق مع السلطات التونسية، أن يكون عابرا للفضاء الذي اقترحه ونفذه رئيس الجمهورية مع إخوانه الرئيس التونسي ومع رئيس الوزراء الليبي. نتمنى أن يتعظم هذا التعاون في هذا الفضاء، الجزائر تونس ليبيا، بدايته بهذا الطريق أو هذه القطار، وبالطريق السريع الذي نفذته الجزائر على طول حدودها ويمر كذلك إلى تونس. إنها كلها مشاريع على أرض الواقع ندخل بها حملتنا الانتخابية لمرشحنا المواطن عبد المجيد تبون بإنجازات حقيقية على أرض الواقع، وليس فقط مواعيد أو إعطاء يعني وعود يمكن أن تتحقق أو يمكن أن لا تتحقق، فإننا نحن ندخل الحملة الانتخابية بواقع حقيقي وليس بكلام. هذه النقطة التي أردت أن أتكلم عليها كأول نقطة في حملتنا، استكمالا للحملة الذي أبداها هذا الصباح مدير حملة رئيسنا أو مدير حملة مترشحينا اللي هو الأخ الفاضل الأستاذ إبراهيم مراد. أعطى مجموعة من الإشارات هذا الصباح هنا، وبعدها انتقل إلى طرف. نحن الآن في نفس السياق وبتنسيق تام بين كل أعضاء الحملة ومن كل الأحزاب السياسية وكل الشخصيات وكل القامات وكل النخب، متعاضدين متكاملين، نتكلم عن وعود مرشحينا وعن إنجازات مرشحينا.